سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في القناة اللي كتحمل الاسم ديال الجزائر، ومعكم طارق. كنقوم بالعملية ديال الوصف والبحث على أجود العقارات اللي تستاهلوا. من هنا كنقدم لكم التحية والسلام أينما كنتم. كنتم داخل المغرب فمرحبا بكم، كنتم خارج المغرب كنقدم لكم كذلك التحية والسلام. تنقول لكم ما تنسونيش بالضغط الزر ديال الاعجاب والاشتراك في هذه القناه. كندير مجهود كبير كما قلت لكم بالبحث على العقارات اللي يعجبوكم. كنحاول ما امكن اني ندير معكم جوله ونشرح لكم العقار كما شفتوا كما وصفوا لي اصحاب العقار. اليوم كنقول لكم اني كنتواجد بكم بمدينه مكناس، مدينه لافينيسو، مدينه الديكورات ومدينه الجوده في البناء. كنقول لكم بان الثمن ديال هذا العقار اللي غادي نقوم بالتصوير ديالو راه ثمن جد جد منافس مقارنه مع نفس المدينه ومقارنه مع مدن اخرى. الا قلت لكم عندي اليوم مساحه ديال 115 متر مربع في الاوراق في التدر، بما معناه مساحه اجماليه لربما كتكون اكثر مساحه. مثلا فاش علاش كنقول مساحه اجماليه؟ يعني الا شدينا بقعه ارضيه ديال 115 متر مربع وبنينا فيها عقار ما تيبقاش فيه 115، تتبقى فيه مثلا غير 96 او 94. كتمشي شويه في لاكور، شويه في الدروش، شويه في الا كانت لاسانسور ما الى ذلك. اذا اليوم كنتواجد في عقار فيه 115 متر مربع في التتر بثمن ديال 64 مليون، ولربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التخفيض مع صاحب هذا العقار. كما قلت صاحب هذا العقار فهو مازال جن مقاول، مازال صغير، حاول انه يبدا ويتقن، ونقدر نقول عليه لقد افلح كتجربه ديالو، لقد افلح كتجربه. زعما كاين مهارات الحمد لله اللي تطبقهم في السوق. كما كتشوفوا معايا مثلا اننا الغرفه ديال الوالدين كنلقاو فيها الحمام، غرفه اللي هي كبيره. بالنسبه عندنا صالون والسيجور في المدخل ديال العقار، واللي زوين في العقار ديال اليوم مثلا عندي صالون شو شحال كبير بهاد الديكورات هادو اللي مختلفين. كما كنقول مواد الديكور مثلا من الخشب، من الاضاءه، من الصباغه، من الالومنيوم. هذيك الالومنيوم دار هنا الالومنيوم اللي هو رفيع. بالنسبه للسقوفه كلهم دار فيهم الليد ودار فيهم الخشب. السيجور مازال في اطار الانجازات النهائيه ديالو. مثلا كما كتشاهدوا معايا هذا الرماج وهذا الشيء اللي هنا، كنعني بالرماج هو هذه الخطوطه، راه مازال كيتصاوب هذا الشيء. والعقار اليوم راه فيه جوج الفرصادات، جوج ديال لي فاصاد اوبوزي. العماره اللي كنتواجد فيها راه فيها سبعه ديال الطوابق، كل طبق فيه عدد ديال الشقق، وكل طبق فيه جوج ديال المصاعد، جوج ديال لي زاسونسور في كل طبق. هذا هو المدخل ديال العقار، هو هذا سدو الباب باش غادي يبان لكم الفصاله ديال هاد الشقه هادي كي جات. حنا داخلين على اليد ديالنا ديال اليسار تلقاو عندنا هنايا واحد المبل باس، المهم مبل لافابو المرايه ديالو. كنلقاو دوش و تواليت الاولين هما هادو، وكنلقاو انفاس معنا صالون والسيجور في قلب ديال السيجور بحال هكذا. كما قلت المساحة ديال 115 متر مربع. كنتواجدو بالضبط في الحي على مقربة من الحي كاملة، على مقربة من شارع محمد السادس. اللي بغى يشوف اعزائي المشاهدين العقار كما جرات العادة فما عليه الاتصال والتواصل معايا، وانا ندير الخدمة ديالي باش يجي يشوف ونوصف ليه العقار ونشوفو معاه الثمن. الثمن كما قلت ديال 640000 درهم. واكد لي صاحب هذا العقار راه الا كان انسان اللي مهتم وعاجبو العقار راه ما يكون غير الخير، راه ديما كيكون هناك نقاش. راه العقارات اللي كنقول لكم راه ما يكون غير الخير وفيه نقاش، راه كنهضر معكم عن حق ان تيكون فيهم نقاش. في بعض الاحيان كنصرد في الفيديو ديالي وتنقول لكم بان راه النقاش كيكون شويه راه على الحق، لان كل اللي كيقول لنا المقاول او صاحب العقار راه كنحاول ما امكن ان نعطيه لكم. بالنسبه للمطبخ اللي عندي اليوم، المطبخ اللي هو كبير سيداتي، المطبخ اللي هو تبارك الله عندك بلاصه فين دير مثلا بلاصه ديال الفيلت لا فيسيل. هذه بلاصه لا فيسيل دير لكم لها البلاصه ديال الميكرو ديال الفران وديال لا بلاك وديال لا اوت. وفي الخلف ديالي ممكن ان الانسان يدير الكونجيلاتور ديالو ولا يدير الفريكو ديالو هنايا، وزيدين واحد البلاصه برا اللي مازال ما صبغوهاش دايره بحال هاد التي بالكون اللي ممكن ان الانسان يزيد فيها الشوفو ديالو ويزيد فيها لا ماشين لافي ديالو. عقار اللي تبارك الله متكامل، وراه المساحه ديالو راه كتحدث عليه. زائد ان العماره فيها باركينغ، فيها مرآب ديال السيارات، العماره فيها الدار ديال العساس، وفيها كذلك جوج ديال المصانع.
كاينه واحدة من الغرف، الغرفة الثانية. الغرف كلهم داروا في الأرض ديالهم، داروا فيها هاد لفه هذا ديال بحال راه كتمشى على الخشب، كأنك كتمشى على الخشب. ونزيدو عليها أن عندنا الغرفة رقم ثلاثة هي هادي. بالنسبة للخشب راه مازال ما تفرناش ودايرين خشب اللي هو زوين ممتاز، فاش كدوز يدي كتحس بيه خشب رطب، خشب زوين. نزيدو القدام، وهنا راه عندنا جوج ديال الواجهات متقابلتين. اما بالنسبه للشارع اللي كطلع عليه، اللي كيطلع عليه هذا العقار، فهو شارع كبير ديال 25، شارع اللي هو كبير. الفيزافي مثلا الا طلعتي غير الطبق الثاني ولا الثالث كيبقاش عندك حاجب للرؤيه بعدا من هذا الجهاد. اما بالنسبه للغرف فهي غرف كبيره. باش تكونوا اعزائي المشاهدين، راه بصح الاثمنه في مدينه مكناس راه كتنافس بزاف ديال المدن. مثلا باش تلقى عقار بحال هذا بثمن ديال 640000 درهم راه شيء اللي هو ممتاز وشيء اللي هو قليل. لا سيما فاش كنضيفوا عليهم هذه اللوحه الفنيه مثلا في الصالون سيجور، نقدر نقول لكم لوحه فنيه، لان ما خلاوش ما قصروش مجهدهم في الديكور. لي فو بلافون الخشب، داروا ريدويس كيهبطوا الالومنيوم، والالومنيوم ماشي اي حاجه، الخشب ماشي اي حاجه. مثلا هبطنا للارض حتى هي دايرين فيها شو معايا، دايرين فيها بحال، دايرين فيها بحال الخام، ودايرين فيها داك الزليج الكبير، داك الكارويات الكبار ما شاء الله. مثلا عندنا هنايا في الدخله دايرين لك فاسك بالمرايه ديالو. مدينه مكناس ما هي الا في تقدم وتطور سريع سريع، كنقول لكم تيقوني في مجال العقار وفي مجال الديكور ولا فينيسيون في مجال العقار، وكذلك الخبره في البناء. ومن هنا كنقدم ما نساوش الناس اللي كيعطيونا هاد التحفه الفنيه، من حرفيين، من صباغ، تريسيان، بناي، وكذلك اهل الاختصاص والمعرفه، من تقنيين، من مهندسين، من الناس اللي كيسهروا على انتاج هاد العقارات من هاد النوع ومن هاد الحجم. كان معكم طريقة اعزائي المشاهدين، نقول لكم شكرا جزيلا. ما تنساونيش انتم الدور ديالكم بالضغط على زر ديال الاعجاب والاشتراك. الى اللقاء في عقار مقبل ان شاء الله عما قريب.